مساء الخير، الاقي فكت مية؟ مساء الخير يا دكتور زينو. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور مهدي؟ مهدي عشان شكلك ناسي. لا طبعا ما اقدرش انسى حضرتك، اتفضل يا دكتور مهدي. انا كنت معدي قدام المشرحه طبعا بالصدفه البحته. الصدفه البحته والله. قلت معقول ابقى يعني قدام المشرحه وما اطلعش اشرب معاك كوبايه شاي؟ ايوه لا طبعا، ازاي ما يصحش. طب حضرتك يا دكتور مهدي مش شايف يعني ان موضوع الصدف البحته ده بقى كتير قوي لدرجه ان هي بقت غريبه شويه ولا ايه؟ والله عندك حق، انا شخصيا ما بحبش الصدف ولا بصدق فيها. كل ده مش بتحب الصدف؟ امال بتحب ايه، المسقعه؟ حلو حلو. لو انت قولها يعني زي ما انت هتقول لي كده. امال انت بتحب ايه بجد؟ انا بحب الصراحه والوضوح والصدق. ما شاء الله. وبصراحه ووضوح وصدق، احنا لما اتقابلنا ما كانش صدفه، مع ان لقاء جميله نفسه كان صدفه، بس انا كنت حابب اتعرف عليك. جميله طبعا، لقيت لك كده. عايزك تحللني نفسيا بقى ولا ايه؟ لا 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 خالص، هي حكيت لي عنك بس، لكن انا اللي طلبت منها ان انا اقابلك لاني كنت عايز افهم شخصيتك، لاني محتاج اساعدها. تساعدها ازاي؟ جميله صديقه عزيزه، بس من ساعه ما قابلتها وانا حاسس ان عندها مشكله، ما كانش هينفع اتغاضى عنها. طب وانا السبب في المشكله دي يعني؟ لا مش انت، هي عندها مشكله مع اي حد يحاول يرتبط بيها. جميلة مش مصدقة إن هي ممكن تدخل في علاقة حقيقية أو إن في حد ممكن يحتويها بجد، عشان كده هي بتهرب من الارتباط. أيوة طبعًا هي بتهرب من الارتباط. أنا أول أصلًا ما لمحت لها عن الموضوع سابتني وجريت على الكورنيش. ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، صدقني أي حد كان قابلها ساعتها وقال لها نفس الكلام كانت هتجري برضه من على الكورنيش، مش أنت السبب. ماشي، بس أنت شايف إن في حاجة أنا ممكن أساعد بيها؟ بص، أي حد عنده مشكلة أو أزمة لازم يكون هو اللي عايز يحلها. عشان كده الحل عند جميلة، بس في نفس الوقت، وركز معايا في اللي جاي، في نفس الوقت لو اللي حواليه تقبلوه زي ما هو ده هيساعدنا كتير. أي حد نفسه يتحب كده زي ما هو بعيوبه قبل ما هو يفكر يتغير. كلام جميل، كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. ليلى مراد ما تركزش. أنا برضو مش فاهم أعمل إيه يعني. حلو، طالما أنت مش فاهم تعمل إيه يبقى أنا هقول لك. هم أربع حاجات: واحد، اصبر عليها. اتنين، ما تزهقش لو حسيت ان علاقتكم ما بتتطورش لقدام. تلاتة، اديها وقتها. اربعة، هتبقى من ناحيتي انا بقى. ليه؟ لان انا هحاول اشتغل معاها لحد ما اعرف سبب التروما اللي وصلت لها دي ايه. ماشي. وعلى فكرة انت ما طلبتليش حاجة اشربها لحد دلوقتي. لا حالا طبعا. شاكي يا دكتور؟ لا لا تعبت بقى، هات لي عصير. ايوه توفيق، عايز عصير والقهوة بتاعتي. طيب هو انا كان في حاجه يا دكتور كده عايز اسالك عليها مالهاش علاقه بجميله، يعني هي بره الموضوع. ماشي يا سيدي، استغلوني بقى، ما انا قلبي طيب.